النهارده سؤال حلقتنا النهارده بنتكلم عن الاكل او الدواء او الحاجات اللي صلاحيتها بتنتهي في البيت. بتاخدوا بالكم بتعملوا ايه؟ بتتصرفوا ازاي مع الحاجات دي بعد ما صلاحيتها بتنتهي؟ ايه يا شاذلي؟ نبتدي بالاكل كده. لا الاكل ده حاجه تانية. في مثلا يقول لك وجع البطن ولا رامي الطبيخ. طبعاً. الاكل ده حاجه تانية خالص. المصريين ماشيين عليه طبعا. طبعا ده بالنسبه لاكل البيت. اكل ست الحبايب ينفع نرميه؟ لا طبعا. أكيد لا. وبعدين طبعاً. دايما يعني تبقى عايز تتاكد الاكل كويس ولا لا. كل الامهات المصريين المصريات ماشيين بحاسه الشم، تشم الاكل مظبوط طبعا يعني. وخصوصا الملوخيه من قبل ما تدوقه، خصوصا الملوخيه. دايما يتكلموا عن موضوع الملوخيه ده، يقولوا ان الملوخيه بتبوظ بعد اول اكله. ده فعلا؟ لا بس دي ملهاش تواريخ، دي حاجه في البيت فدي ملهاش واكل تاريخ. كل ما يقعد في الثلاجه بقى يبقى احسن، يبقى افضل. يبقى احسن. المسقعه والباميه والحاجات دي. الحاجات دي طبعا بتكون كويسه. طيب الادويه بتعمل ايه؟ بتتصرف ازاي مع الادويه؟ بص، لا احنا نيجي نتكلم بقى عن الاكل اللي بنجيبه والحاجات اللي بنجيبها، المواد الغذائيه من السوبر ماركت، والادويه نقسمهم نصين. طبعا في الاول كنت بالنسبه للادويه مثلا كنت ممكن اشتري علبه دواء لما اتعب، اجيب روشته مثلا، اجيب علبه من كل حاجه. دلوقتي بقيت بجيب شريط من كل حاجه، لاني اكتشفت مع الوقت ان بيبقى عندي ادويه كتيره موجودة في التلاجة وللأسف صلاحيتها بتنتهي، فبضطر كل فترة ان انا ارمي الادوية. ومش هينفع برضو ان انا اديها لحد، لان بتبقى بقولك كل شريط مثلا واخد منه حباية حبايتين، فمش هعرف اديه لحد او ان انا ارجعه حتى للصيدلية، لانه خلاص فات عليه وقت كتير. فده بالنسبه للادويه، بقيت اخد بالي اشتري ادويه على قد احتياجي فقط. خليني بس اقول لك ان في اماكن بتاخد الادويه بالشكل اللي انت بتتكلم عنه ده، لو لسه صلاحيتها يعني شغاله فهتعرف. يبقى انا ادور، يبقى ادور بدري شويه. انا فعلا بدور، بس كده محتاج ان انا ادور بدري شويه. لكن في ادويه تانية يقال طبعا، وراي الطب هو اللي الحكم في الموضوع ده، ان هي صلاحيتها بتنتهي بمجرد فتحها، زي القطرات والحاجات اللي هي اللي بتستخدم، قطره العين وقطره الانف وكده. بالنسبة للمضاد الحيوي اللي بيستخدم بيتم حله بالمياه، ده برضو بيقولوا ان هو ليه صلاحية، فما ينفعش لفترة من بداية استخدامه. مش مسألة الصلاحية كمان يهدير اللي موجود على العلبة، لا صحيح. من بداية استخدامه. دي حاجة تانية. بالنسبة للأكل بقى، فأنا يعني ما باخدش بالي قوي من موضوع تاريخ الصلاحية ده، لأنه برضو في عامل تاني مهم جدا الناس ما تاخدش بالها منه، طريقة التخزين في السوبر ماركت. فدي حاجة تخليني أشتري من مكان مضمون عليه سحب. بالي. عليه سحب، اهم حاجه ان يكون عليه سحب، حاجات ما تبقاش لاني مش كل حاجه هدخل اشتريها مثلا هقعد ابص على تاريخ الانتاج. طب يعني ده بالنسبه لناس كتير قوي يعني بياخدوا بالهم، خصوصا في الحاجات الفريش يعني الناس بتاخد بالها، ومنتجات الالبان وكده الناس بتبقى واخده بالها قوي من التواريخ. المهم الملوخيه. المهم الملوخيه. طيب انت بتعملي ايه بالنسبه للادويه؟ بالنسبه للاكل زي ما قلت لك يعني ايه، بنتوكل على الله. ويعني لكن في حاجات بيبقى باين عليها برضو يعني، فما طبعا ما نزودش عشان لا قدر الله نشيل اللي على الوش وناكل اللي تحت. ده بيحصل الحقيقه في البيوت. لا انا يعني احنا هناخد مع حضراتكم اراء المتخصصين على مدار الحلقه في الموضوع ده، علشان ما نبقاش احنا اللي بنقول. اعتقد انه كلنا عندنا سلوكيات شويه في موضوع الصلاحيه. بتاخدي الدواء بعد انتهاء الصلاحيه؟ حصلت معايا من فتره ما كنتش واخده بالي، لكن بعد ما خدت بالي خدت منه تاني على اعتقاد انه يعني هو مثلا مش ما كنتش واخده بالي، فلما خدت بالي خلاص. لا لما خدت بالي برده. لا عارف في اسطوره كده بتقول انه صالح لمده 6 شهور بعد التاريخ اللي مكتوب. انت والدتك قالت لك 6 شهور؟ اصلا والدتي قالت لي 3 شهور. شفت مش بقول لك اسطوره؟ احنا هنعرف الراي الصحيح ان شاء الله على مدار الحلقه، وهنستنى نسمع من حضراتكم بتتصرفوا ازاي مع الحاجات اللي صلاحيتها بتنتهي وتكون لسه موجوده عندكم في البيت، سواء بقى ادويه. اعتقد الاهل الاكل سهل قوي ان احنا يعني نفرقه ونعرف، ولو ما عرفناش بالريحه نعرف بالطعم بعد ما ندوق. ده بالنسبه للاكل اللي عاملينه في البيت اقصد. لكن المعلبات والحاجات اللي بتشتريها من سوبر ماركت التاريخ ما عندكش يعني حاجه ثانيه ترجع لها غير تاريخ الصلاحيه او تاريخ الانتهاء. مستنيين اجابات حضراتكم على مدار الحلقه، ده سؤالنا هتلاقوه موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر وانستجرام. هننتظر اجابات حضراتكم على مدار الحلقه. ربنا دايما يصبحكم بالصحه والسعاده والرضا، وصباح الخير يا مصر.